يوجد باللي في السفر اللي درتو انا وسي بالمهيدي للريف كنا يعني قاعدين كنا نذكروا على هذه القضيه عصينا الجبهه جبهه التحرير الوطني. بلادي بلادي الامان الامان. سمحنا نبين بهذا الكليب على طريقة الكليب هذا باللي هذيك الجزائر كي كانت تجري خايفة خايفة من الدونجي من الخطر هذاك كانت تجري ماشي جرت إلا سنة أو سنتين أو سبع سنوات 60 عام وهي تجري. بعد 60 عام ما زال الأمل ما زال تجري بتحافظ على السيادة تاعها. في المينا بارتو في آريس في المينا في 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 وهران في تيارت بالعباس في غردايه قسنطينه اون باركوري توت لالجيري بور مونتري باللي لا غير دالجيري الا يوليو بارتو في كل القطر الجزائري كانت الثوره الجزائريه متحده كما كان يقول دحم الحراشي الحاج لجاك الصياد من بعيد مع نسيم السبحان والشمس طالعه اللي يشوفك يفرح ويقول يوم العيد. الصياد شكون هو؟ هو فرنسا. بصح البنت هذيك الجزائر الصغيرة الصبية هذيك الصافية الملائكة قاعدة عند الدرجة هذيك الباب تبلع عليها كل شيء نواري بلون رجعت في الخمسينات كيفاه تدير وين تروح؟ لازم عليها تهرب لازم عليها تجري راهي في خطر. وزادت عنده منية قوليلي ويا يما
حياه الضحات وش عمل بنات تعدات الحيله سبقتنا والماده جهلتنا الحقره الناس والخوف وزادت علينا الهمه كفروا بفعلهم اليوم كتبوا الجريده بدموم حتى فرعون مهزوم يجي نهارك مدوم راهم ماتوا شهداء عليك يا بلاد الجزائر مثل الحسني وعلوله وزغرتي يا المويمه نخرجوا من هذيك المقبره ماشي نخرجوا بها نساو الذاكره تبقى التاريخ يبقى بصح الامل مازال راه كاين سي غراس ا سي جون هذو اللي ماتوا كون ماشي هذو الناس اللي ضحوا بنفوسهم مليون ونصف شهيد بمناسبه يوم اول نوفمبر كون واش ممكن علينا باه نكونوا جزائريين كيما رانا اليوم هما اللي زرعوا فينا الروح الوطنيه مع السلامه ابقوا على خير وتهلاو في البلاد العزيزه صياد من البعيد مع نسيم الصبحة والشمس طالعة مخبية في زينك وانتي شايعة مخبية في زينك وانتي شايعة